السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار اللحوم اليوم 28/6/2022 قبل العيد يا جماعة، اللحمة ديت أنا جايبها ب 150 جنيه والراجل قعد تنهي معايا نزلت 5 جنيه تمام. ولحمة جميلة جدا، حتة لحمة هي من الفخدة قطعية حتة واحدة، دي كلها حتة واحدة 150 جنيه تمام والله. وجبت منه حتة دهن كمان على البيع. ألف هنا وشفه، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.